يعني جلست امي اشوفي تاني الا جاوا الخطاب عندك تجلسي عليهم بالشروط فهمتي وراه برتي ليا هنايا. شوفي امي راه انا اللي بيت نتزوج راه ماشي انتي. دخلي سوق راسك واحد شويه عيقتي عليا وضرني راسي بزاف. كيفاش ضرك راسك؟ كيفاش ضرك راسك بنيتي؟ بزاف عليا انا راه جلستي ليا هنايا راه امي. شوفي بنيتي راكي قربتي تولي قدي الله يرضي عليك. كيف امي اش هاد اللباس لابسه عليا؟ نوضي بعدا لبسي الطويل. مالو امي اللي بغاني غير تبغيني هكا ويلي. ايوا هما جاو امشي نحلهم امي. جلسي جلسي تبتي قالك تحلي ليهم انت غير كطيري. السلام عليكم. عليكم السلام مرحبا بكم وليداتي. الله يبارك فيك نعمه لله. دخلوا دخلوا الله يحفظك نعمه لله. شكرا شكرا. وهذا هو العريس. اندبك هذا. لا 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 انا هو العريس. سمحوا لنا سيدنا على الازعاج. هذا هو العدول كنقدم لكم العدول على العريس هو سي محمد. مشرفين. ايوا مرحبا بكم. الله يبارك فيك على الله يبارك فيك. لا تبارك الله. اسيادنا اسيادنا تلقونا راه باقي لنا سبعة الناس بيت جوج. فتحة سيدي الفتحة. الرحمن الرحيم. اشرف اشرف اشرف. ما كاين شروف ما بتشرط ما بيتي تشرط لنا. انا بيتها تكون يلا عمرها تبدا الشرطه. راه باقي ما كتبناش تنكتبوا. يا سيدي سمح لنا سيدي. انت ما تشرطي يا بنتي ما ما ما, ما بيتي والو. ويلي ضروري من الشروط قال لي ما كاينين الشروط على انا جايبني من السوق. يا كمي يا بنيتي راه طايحه عليا غاليه وغير انت هي اللي عندي. بلاتي نجبد اللائحه تاع الشروط ديالي. علاش هذا فيه الشروط؟ ما تخافش ما تخافش ما قلتيش غير تحلو نجيبو ان شاء الله كلشي بيكون بخير وعلى خير. بالنسبه لك في امان الله وحفظه. ياك كنت بعقلك تنتمناو تنتمناو من حقك انا لا تقول لي الشروط. يلا اتينا بيتو يا سيدي بعدا تكون عنده الطوموبيل باش يديني ويجيبني من الحمام. مامي وبيتو تكون يكون داخل سوق راسو اول حاجه بعدا نسيتها. وبيتو يكون ساكن بوحدو تكون داري بوحدي ناخذ راحتي. وبيتو يحط ليا 500 درهم فوق الطابله كل صباح. تتقيد نعماس؟ لا تنعجن. بغيت نسول هذيك 500 درهم واش بعتها فوق طبلات الكوزينه ولا فوق طبلات البيت؟ تبارك الله. من المزاح كعدو سكت على السيده غتشرف. المزاح هو اللي فيها. قول انا لله وانا اليه راجعون. قول لي انت باش كطالب؟ انا تنطالب والول بلا كارت ناسيونال ديالي الله يرحم والديك. وعلاش؟ غير هذا غير هذا. هذا لاكارت. بغيت نسولها واحد السؤال. سولها. واش قاعد الشروط هذا في الاخر واش بغيتو يكون راجل؟ انت يا بنتي بغيتي يكون راجل ولا نص نص؟ طبيعة الحال بغيتو يكون راجل. راجل زائد نحنيحة. أحمي مالكي على هاد الشروط كاملهم؟ يا قلت لك تكيسي على الراجل. ويلي يا أمي شوفي. ويلي شنو؟ ويلي استغفرت الله العظيم. ربي السلامة. نريمة اسمو. وعود لا وعود في حالك. الله وفي حالك. لا تنقول شنو بطل. وسيم. شوفي أختي إلا لقيتي هاد الراجل هذا أجي نتزوجو بيه أنا وياك بسلامة. ويلي والله إلا مشاو يا أمي على زهري وعلى ميموني مشاو الخطاب. ايوا ديما هكا كديري. ايوا نوضي قلبي شوفي فين تباتي. أنا راه ما بقيت باغا عندي هنايا في الدار. عيفت البنات الناس تيولدوا البنات وانا والده الخطيه.